هل الإله يحتاج لملاك يقويه؟ الرد باختصار شديد في البداية يعني إيه معنى التقوية؟ ما احنا لازم نفهم الموضوع بشيء من التفصيل. التقوية إنه يتشدد حد جسدياً، أو حتى تشجيع، إن يقدم له ما يستحق من تعبيرات تمجيد، كتعبير زي ما احنا بنقوله باستمرار لك القوة والمجد والبركة. والتعبير ده احنا على فكرة حافظينه من زمان من التقليد، ان هو ده اللي اتقال للرب يسوع المسيح في هذا الوقت، لك القوة والمجد والبركة عما نقول إلهنا وملكنا. مع ملاحظة ايضا انه دايما هؤلاء بيحاولوا يا اما عن عدم معرفة او عن تجاهل ايماننا المسيحي. احنا بنؤمن ان المسيح الله الظاهر في الجسد، ونؤمن بناسوت المسيح انه انسان كامل شبهنا في كل شيء ما عدا الخطيه. فاللاهوت المتحد بالناسوت اتحاد كامل، ولكن اللاهوت لا يغير صفات الناسوت. فاللاهوت مش هيخلي الناسوت ما يشعرش بالامل ويحتمل كل شيء، لا، لانه لو اللاهوت يقوي الناسوت اللي حال فيه بهذه الطريقه، ده يكون الصلب ساعتها تمثيليه. المسيح مش شاعر بأمل، مش شاعر بأي حاجة، لأن اللاهوت غير صفاته، فيكون ساعتها كل الموضوع تمثيل في تمثيل، مش فعلاً آلام حقيقية وأحزان حقيقية وحمل خطايا بالحقيقة وبالفعل يمثل البشرية بالمعنى الحقيقي في دفع كفارة البشرية كلها. فالمسيح إنسان كامل بكل صفاته البشرية بدون ما يتغير في طبيعة بشرية واحدة في وقت أحزان. وفي هذا الوقت ظهر له الملاك ليقويه ناسوتيا، لأنه يتحمل ما لا يستطيع يتحمله بشر. طيب هأكد الكلام ده مع بعض التفصيلات، عشان كده أقسم الرد إلى أجزاء لغويا، سياق الكلام، موقف الناسوت، وموقف اللاهوت. أولا لغويا، قواميس كتيرة على سبيل المثال قاموس كلمات الكتاب المقدس اللي هو كلمة يقويه. كلمة يقويه اللي قدام حضراتكم اللي هي انسخيو، الكلمة دي معناها ايه؟ هي من مقطعين ان اللي هي تعني في، واسخو يعني يقوي او يجعله قوي. هذه الكلمة استخدمت سواء في السبعينية او في العهد الجديد، استخدمت بوضوح معناها تقوية جسدية، مش اله بلاهوت عايز تقوية، لا، محدش قال الكلام ده. وحتى القاموس بيشرح استخدامها في إنجيل لوقا 22:43 بهذا المعنى. يقوي يعني يشجعه جسديا، يشدده جسديا ونفسيا. الأعداد اللي أتت فيها وبخاصة في العهد القديم يعني يشدد جسديا ونفسيا، زي تكوين 48:2 وصمويل الثاني 16:21 ودانيال 10:19. وأيضا نفس الأمر استخدم في العهد الجديد زي سفر أعمال الرسل إصحاح 9:19، وتناول طعاما فتقوى. فالكلمة دايما بتيجي تقوية جسد، ده المعنى المستخدم في الكلمة. آجي للنقطة المهمة بعدما فهمنا لغويا انها تعني تقوية جسدية. طب ازاي الملاك يقوي المسيح جسديا ناسوتيا؟ هوضح بمثال بسيط يمكن يوضح الصورة للإخوة الأحباء الغير مؤمنين اللي بيقولوا هذه الشبهات، سواء يمكن يكونوا مش فاهمين. نتخيل إنسان يتألم بسبب موقف، موقف مثلا بيبذل فيه مجهود ضخم، يعني كارثة بينقذ فيها آخرين، بيقوم بمجهود مضني وكاد يخور من التعب، وفي أثناء الأتعاب دي كلها عشان بيساعد الناس وبينقذهم، وهو خلاص يعني كاد أن يعني يخور أو يتوقف، شكر الآخرين ليه، مدحهم ليه، تمجيدهم لفعله اللي بيقوم بيه، ده دايما بيشدد ودايما بيخلي الإنسان تكون عنده عزيمة إنه يكمل هذا المجهود الصعب. ودي دايما بنقولها كلمات التشجيع، فعلا بتشدد بتقوي. فكون المسيح من الرب يسوع المسيح بشريا وليس لاهوتيا يقدم له التمجيد في وسط هذه الألام، هذا يقوي الجسد جدا. لكن للأسف البعض اللي بيهاجموا العدد ما يفهموش هذا الأمر. لو العدد كان قال لهم وظهر له ملاك من السماء يمجده أو يمجد فعله أو يشجعه بالتمجيد، ما كانوش اعترضوا، رغم أن نفس المعنى، لأنه الكلمة هو دي المقصود بيها، لكن هم مصرين
يغلق أعانيهم. لأن التقوية هنا عن طريق التمجيد. هو الملاك هيعمل إيه؟ هيديله بطاريات عالية الطاقة. فالملائكة دايما بتمجد ربنا. ربنا محتاج تمجيد الملائكة؟ لا، لكن ده استحقاقه. فلغة الملائكة مع ربنا هي لغة التمسيح، التسبيح والتمجيد. عشان كده حتى يوحنا الرائي وصف لنا هذا المشهد، إن الملائكة بتسبح وبتمجد الرب يسوع المسيح اللي هو حمل الله في سفر الرؤيا، زي ما يقول لنا سفر الرؤيا إصحاح 5 عدد 11: ونظرت وسمعت صوت ملائكة كثيرين حول العرش والحيوانات والشيوخ، وكان عددهم ربوات ربوات وألوف ألوف، قائلين بصوت عظيم: مستحق. ده نوع التمجيد، ده نوع التقوية، ده نوع التشديد. مستحق هو الخروف المذبوح أن يأخذ القدرة والغنى والحكمة والقوة والكرامة والمجد والبركة. وكل الخليقة مما في السماء وعلى الأرض وتحت الأرض وما على البحر وكل ما فيها سمعتها قائلة: للجالس على العرش وللخروف البركة والكرامة والمجد والسلطان إلى أبد الآبدين. وكانت الحيوانات الأربع اللي هو الكائنات الحية الأربع تقول آمين، والشيوخ الأربعة والعشرون خروا وسجدوا للحي إلى أبد الآبدين. وأيضا يجي نفس الكلام في سفر الرؤيا إصحاح 7 بداية من عدد 11: وجميع الملائكة كانوا واقفين حول العرش والشيوخ والحيوانات الأربع، وخروا أمام العرش على وجوههم وسجدوا لله قائلين: آمين، البركة والمجد والحكمة والشكر والكرامة والقدرة والقوة لإلهنا إلى أبد الآبدين. ده كمان اللي قاله له النص اليمين وقت الصلب زي ما ذكر لنا التقليد، وده اللي احتفظنا بيها حتى الآن في هذه التسبيحة طبعا المعروفة اللي هي لك القوة والمجد، اللي هي ثوك تاتي جون. هنا الملائكة ما بتديش قوة، ما بتديش الحاجة للمسيح كشيء زائد عنه، بل هو مستحق أن يأخذها. فلو قلنا إن الملاك ظهر ليقويه، يعني يقدم له استحقاق القوة، أو قلنا الملاك ظهر ليمجده أي يقدم له استحقاق المجد، فالقوة والمجد والقدرة من ربنا، وجات لفظا في سفر الرؤيا، لأن هو اللي يملكهم وهو اللي بيرسلهم. المعنى ده يوضح أن جسد المسيح كان مثقل بالأحزان والآلام، لأنه هيبذل جسده فداء عن البشرية، ولأنه إنسان كامل مش بيمثل، صفاته مش مختلفة عننا ناسوتيا، يحتاج تشديد وتقوية وتشجيع بمعنى تمجيد ليكمل تحمل الآلام جسديا، لأنه جسد حقيقي مش تمثيلية. فهو بجسده ضعيف ولكن بالروح قوي. الكلام ده يمكن أنا اللي بألفه، الكلام ده قاله الرب يسوع المسيح بلسانه الطاهر نصا لتلاميذه في إنجيل متى 26 41: اسهروا وصلوا لئلا تدخلوا في تجربة، أما الروح فنشيط وأما الجسد فضعيف. فالجسد البشري يحتاج تقوية وتشجيع، ليه؟ لأنه ليه مقدار على تحمل الآلام أكتر منها، بدون تشجيع ينسحق. سياق الكلام اللي بيقوله لنا معلمنا لوقا البشير في إصحاح 22 عدد 41: وانفصل عنهم نحو رمية حجر وجثى على ركبتيه وصلى قائلا: يا أبتا، إن شئت أن تجيز عني هذه الكأس، ولكن لتكن لا إرادتي بل إرادتك. وظهر له ملاك من السماء يقويه، وتأكيدا للمعنى اللي بقوله لحضراتكم: وإذ كان في جهاد كان يصلي بأشد، يعني بعد التقوية صار يصلي بأشد لجاجة، وصار عرق وقطرات دم نازلة على الأرض. سياق الكلام يوضح أن المسيح بنسوته كان تحت آلام رهيبة جدا، الموضوع مش تمثيل. دور الملاك أن يقويه جسديا ليكمل تحمل هذه الآلام. عشان كده بعد الملاك نجد سياق الكلام يوضح أنه أكمل يصلي بأشد الأجاج زي ما قال العدد التالي مباشرة. فالرب يسوع بنسوته، يعني جسده البشري اللي في أقصى حالات الألم اللي ممكن نتخيلها، بل فوق ما نتخيلها، يحتاج لتقوية جسدية أو بشرية. دور الملاك ملهوش علاقة بلاهوت المسيح اللي ما بيتدخلش عشان ما يبقاش الصلب تمثيلي. لاهوت المسيح مش محتاج تقوية، لكن الموضوع كله علاقة لناسوت المسيح، بشرية المسيح، الجسد الحقيقي اللي بيمر بآلام رهيبة حقيقية.
فزي ما وضح لنا سياق الكلام أن الرب يسوع كان بيعاني ببشريته، كان بيعاني من أقصى آلام لأنه هيحمل خطايا العالم كله. الكلام ده فين؟ ده نصا موجود في إنجيل يوحنا 1:29، وفي الغد نظر يوحنا يسوع مقبلا إليه فقال: هذا هو حمل الله الذي يرفع خطية العالم. ده آلام رهيبة، ده يسميها أشعياء كأس الغضب. عشان كده من قسوة الآلام ده نزل عرقه كقطرات دم. فهو بيعبر لوقا البشير، لوقا الطبيب الفاهم هذا الأمر، الوحي الإلهي على لسانه خلاه يعبر عن فعلا إن الآلام رهيبة، آلام حقيقية، عشان ما نستقلش بآلام المسيح. والملاك يقويه، يعني بيشجعه كإنسان في هذا الموقف اللي هو إيه؟ وناخد مع بعض نقطة موقف النسوت. ليه المسيح تعرض لهذا الأمر؟ زي ما قلت، المسيح إنسان كامل تحت ضغط نفسي شديد، لأنه بيرفع خطايا العالم وبيقدم كفارة لكل البشر. والمسيح عالم بكل ما سيأتي عليه. الكلام ده برضو يقوله لنا إنجيل يوحنا صحاح 18:4: فخرج يسوع وهو عالم بكل ما يأتي عليه، وقال لهم: من تطلبه؟ الألم، لأنه هيتحمل عقاب أبنائه اللي هو خالقهم واللي أحبهم وبيبذل نفسه عنهم. وأثناء هذا الموقف البعض بينكر والبعض بيخون والبعض هيفضل لغاية مجيء ربنا التاني، بيقوم بأعمال تضايق ربنا اللي بذل نفسه فداء عنه. الكلام ده زي ما قاله أشعياء النبي لما بيقول في سفر أشعياء 53:8: من الضغطة ومن دينونة أخذ، يعني ضغطة الدينونة اللي كانت عليه عشان يدفع خطايا البشرية صعب جدا ينسحق فيها. وفي جيله من كان يظن أنه قطع من أرض الأحياء، أنه ضرب من أجل ذنب شعبه. على فكرة أشعياء النبي في أشعياء 53، هذه النبوة اللي معكننا قوي عدو الخير وبيهيج كل أتباعه عشان يهاجموا النبوة الشهيرة في أشعياء 53، لأنه وصف هذا الموقف اللي بيتكلم عنه لوقا البشير وصف رائع تفصيل، لما يقول: من صدق خبرنا ولمن استعلنت ذراع الرب. المسيح اللي بيتكلم عنه في النبوة دي، رجل الآلام، ده ذراع الرب. نبت قدامك كفرخ كعرق من أرض يابسة، لا صورة له ولا جمال فننظر إليه، ولا منظر فنشتهيه. وقت الآلام دي محتقر ومخزول من الناس، رجل أوجاع ومختبر الحزن، وكمستر عنه وجوهنا، محتقر فلم نعتد به، لكن أحزاننا، كل أحزاننا حملها، وأوجاعنا تحملها، ودي ما يتحملهاش إنسان، آسف. ونحن حسبناه مصابا، مضروبا من الله، ومرزولا ومزلولا، وهو مجروح لأجل معاصينا، مسحوق، وده التعبير المهم، لأجل آثامنا، تأديب سلامنا عليه، وبحبره شفينا. كإنسان شبهنا في كل شيء، بيتعرض للحظات بيسحق فيها جسديا. كلنا كغنم ضللنا، من لكل واحد إلى طريقه، والرب وضع عليه إثم جميعنا. ظلم أما هو فتذلل ولم يفتح فاه، كشاة تساق إلى الذبح وكنعجة صامتة أمام جزيه فلم يفتح فاه. من الضغطة ومن الدينونة أخذ، وفي جيله من كان يظن أنه قطع من أرض الأحياء، أنه ضرب من أجل ذنب شعبي، وجعل مع الأشرار قبره، ومع غني عند موته، على أنه لم يعمل ظلما ولم يكن في فمه غش. أما الرب فصر أن يسحقه بالحزن، أن جعل نفسه اللاهوت، لم يتدخل عشان ما يبقاش تمثيلية، أنه إن جعل نفسه ذبيحة إثم، يرى نسلا تطول أيامه، ومسرة الرب بيده تنجح، من تعب نفسه يرى ويشبع، وعبد البار بمعرفته يبرر كثيرين، وأثامهم هو يحملها، بيحمل أثام العالم كله. لذلك أقسم له بين الأعزاء ومع العظماء يقسم غنيمة، من أجل أنه سكب للموت نفسه، وأحصى مع أثمه، وهو حمل خطية كثيرين وشفع في المذنبين. فنتخيل جسد المسيح اللي اللاهوت مش هيغير من صفاته عشان ما يبقاش موقف الصلب وتحمل الألم ده تمثيلية. وهنا بيحمل أحزانه وأوجاع البشرية كلها في جسده، زي ما قال أشعياء لفظا، ويرفع خطايا العالم زي ما قال الكتاب لفظا في إنجيل يوحنا 1. فكيف لهذا الجسد اللي مش تمثيل ولكن في الحقيقة جسد بشري مثلنا، يحمل كل هذا، أن يتحمل كل ده بدون أن يتشدد جسديا؟
فبدون تقوية هذا الجسد البشري كان ممكن أن ينسحق تماما زي ما قال أشعياء نفسه، مع ملاحظة إن حتى في هذا الموقف اللي بيسحق فيه أيضا المسيح بيعلمنا لأنه ممثل للبشرية، في أصعب اللحظات اللي بننسحق فيها نصلي، والصلاة دي بتعطينا شدة وقوة بنتشدد، وإن الملائكة في الصلاة بتأتي وتقوي بشريتنا، وده اللي بيعلمه لنا المسيح لأنه دايما بيقودنا في هذه الأمور لأنه ممثل للبشرية. ده يقول القديس جيروم من القرن الرابع، هو صاحب ترجمة الفولجاتا: لا يفهم أحد أنه يقدم هنا توسلات كمن هو في حاجة إلى قوة أو عون من آخر، إذ هو نفس قوة الله الآب القدير وسلطانه، إنما صنع ذلك لتعليمنا، لكي ينزع عنا التراخي عند حلول التجربة، وعندما يضغط الاضطهاد علينا، وعندما تلقي شباك الغدر ضدنا، وتكون شبكة الموت معدة لنا، فإن وسيلة خلاصنا هو السهر وإحناء الركب وتقديم التوسلات وسؤال العون من فوق حتى لا نضعف ويصيبنا هلاكا مرعبا. ده اللي بيقول. نحن نؤمن إن الرب يسوع زي ما قلت إنسان كامل وإله كامل، الإنسان كامل شبعنا في كل شيء بلا خطية. في هذه الصلاة هو فعلا بيمر بإيه؟ سحق كامل، وأيضا ممثل للبشرية وبطبيعته البشرية الكاملة شبهنا في كل شيء بما فيه الاحتياجات البشرية من احتياج في لحظات الصعوبة لتقوية، زي ما يقول معلمنا بولس الرسول في عبرانيين 2:18: لأنه فيما هو قد تألم مجربا يقدر أن يعين المجربين. إنسان حقيقي بطبيعته البشرية بتتألم وبتعبر عن الآلام وغيره من التعبيرات، فيها صفات بشرية واحتياجات الطبيعة البشرية بما فيها احتياج للتقوية والتشجيع. لكن فوق ده اتوضع عليه ما لا حد فينا يقدر يتصوره، مقدار ثقل الآلام والأحزان للخطية اللي تحملها المسيح إن يدفع ثمنها عشان يفدي البشرية كلها من أول الخليقة من آدم لغاية آخر إنسان. فالمسيح رفع خطايا جميع الناس، وده بحق يعتبر سر ما يقدرش عقل بشري بسهولة يستوعبه. التعبيرات دي المسيح نفسه عندما بيقول لتلاميذه في إنجيل متى 26:38 بيقول لهم: نفسي حزينة جدا حتى الموت. وأيضا يقولها في إنجيل مرقس 14:34، فعلا نفس المسيح حزينة جدا حتى الموت، يعني لغاية الساعة اللي مات فيها على عود الصليب، وهو عارف كويس اللي هيجي عليه، زي ما قلت عالم بكل ما يأتي عليه زي ما قال يوحنا الحبيب. فهو بيعيش هذه الألام في هذا الوقت، وحزنه مش خوف بل من ثقل الأحزان والأوجاع اللي وضعت عليه. يقول المشكك لحضراتكم: إيه ده، هو الملاك ما كانش عارف إن هو إله في الفيديو اللي بنرد عليه؟ فين في الأعداد دي الملاك ما كانش عارف إن هو إله؟ الملاك عندما بيقوي بشريته بتعبير لك القوة والمجد والبركة والعزة عمانوئيل إلهنا، يتقال عنه ما كانش عارف لاهوته؟ هو ليه هذا الشخص غير أمين ويدعي أشياء ليس لها وجود في الكتاب المقدس؟ يقول لحضراتكم إيه هذا المشكك؟ لو الملاك عارف إن هو إله ما كانش يصلي إن أو لو 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 المسيح عارف إن هو إله ما كانش يصلي إن ينجيه من اليهود والرومان. أيضا فين في الأعداد الرب يسوع المسيح بيصلي عشان ينجيه من اليهود ومن الرومان؟ فين الكلام ده؟ المسيح وضع نفسه بإرادته لأجل خطايانا، زي ما بيقول في إنجيل يوحنا 10:18: ليس أحد يأخذها مني بل أضعها أنا من ذاتي، لي سلطان أن أضعها ولي سلطان أن أخذها أيضا، هذه الوصية قبلتها من أبي. هو بيصلي كإنسان كامل، إنسان حقيقي مش تمثيلية، لأجل كأس الألام اللي يتحملها ودفع ثمن الخطايا، وأيضا لأنه ممثل للبشرية. في إنجيل متى 26:42: فمضى أيضا ثانية وصلى قائلا: يا أبتاه، إن لم يمكن أن تعبر عني هذه الكأس، دي كأس الغضب، دي مش حاجة بسيطة نستهين بيها، أنا آسف، إلا أن أشربها فلتكن مشيئتك. مش عشان ينجيه من اليهود والرومان زي ما قال هذا الإنسان الغير أمين. أما عن ادعاء المشكك يقول: إيه ده، هو الله هيرسل ملاك لنفسه؟ أولا الكلام ده غير دقيق، فالعدد ما بيقولش الكلام ده، لكن الملائكة أصلا قدام لربنا حتى في وقت تجسده. فالكلام ده نلاقيه في إنجيل متى 4:11، لأن هؤلاء الملائكة قدام لهيب نار بيخدموا ربنا باستمرار، عشان كده بيخدموا المسيح الله الظاهر في الجسد. ففي إنجيل متى 4:11: ثم تركوا إبليس وإذ ملائكة قد جاءت فصارت تخدمه. مش ملاك بيرسل
مش الله يرسل الملاك لنفسه؟ وأيضا يقول نفس الكلام في إنجيل مرقس 1:13، فالله لا يرسل ملائكة لنفسه، ده حتى الفكر الإسلامي بيؤمن إن الملائكة خدام ربنا، دول خدامه، فمفيش حاجة اسمها ربنا يرسل ملاك لنفسه. ويقول لنا معلمنا بولس الرسول في رسالته إلى عبرانيين 1:7، وعن الملائكة يقول الصانع ملائكته رياحا وخدامه لهيب نار. فهؤلاء الملائكة خدام لربنا، وأيضا حتى لناسوت المسيح وللبشر، زي ما يقول لنا سفر المزامير 91:12. فهو ما ارسلش لنفسه ملاك ليقويه، بل هو سمح لأحد من خدامه الملائكة الذين حواليه يسبحوه، فهم دايما بيسبحوه ليل نهار، فسمح ليهم أن يقدموا ليه القوة والتمجيد اللي يستحقه في هذا الوقت. ولكن في هذا الوقت تحت هذه الآلام الرهيبة الحقيقية وليست التمثيلية يستحق التشجيع، وكان لابد أن يسمح للملاك، لأن الملائكة في حد ذاتها ما تملكش القرار، لكن لازم يتسمح لها من ربنا. ومن ناحية أخرى في الموقف ده، المسيح كان بيصلي وظهر له ملاك يقدم له التشجيع المجد والقوة، ده من نوع من عبادة الملائكة لربنا، ده نوع من اعتراف منهم بقوته وبعظمته، وده اللي دايما بتقول الملائكة. عشان كده ربنا علمنا ان احنا نقول نفس المقولة في انجيل متى 6:13، لان لك الملك والقوة والمجد الى الابد امين. بخاصة تلاميذه اللي عرفوا هذا الموقف واللي سيرونه بيوهان بالجسد في وقت الصلب، كان المفروض يتذكروا ان قبل الصلب الملائكة قدمت ليه القوة والمجد، وهم من شافوا الكلام ده وقت ما كانوا معاه في بستان جسيمان. يقول المعترض، طالما إن الله هو نفسه مصدر القوة، فلماذا لم يقوي اللاهوت الناسوت بدلا من الملاك؟ طبعا النقطة دي اوريدي شرحتها خلاص. مش معناه يقوي يعني إعطاء قوة بالمعنى البسيط، هي مش دفعة كهرباء، بل هو اعتراف من الملاك باستحقاق المسيح بالقوة، زي ما بنقول الملائكة بتمجد ربنا. مش معناه رب الملائكة بتدي دفعة قوة، لكن التشجيع في أصعب اللحظات اللي بتمر على بشرية المسيح هو الوقت المناسب. فالتجسد مرة تانية ما كانش تظاهر أو تمثيلية علشان اللاهوت الحال فيه يغير من صفاته بحيث ما يشعرش بألم، لكن الجسد ده جسد حقيقي، اللاهوت لم يغير من صفات الناسوت، زي ما بنقول اتحاد كامل بدون اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير. فلو كان لاهوت بيقوي الناسوت، ده معناه ان اللاهوت بيغير من الصفات الناسوتيه، وده ضد الايمان المسيحي، فيكون ما بيتالمش الام حقيقيه او ما بيشعرش بالطريقه الحقيقيه البشريه من احزان، حتى الام الجلد والمسامير والصلب واكليل الشوك وغيره، ده كله ده كان تمثيل في تمثيل. فلا، ما ينفعش ان اللاهوت يقوي ناسوته عشان يتحمل الالام، لان يسوع انسان حقيقي بدون اي عنصر يغير من صفاته، فهو ما أخدش جسد خيالي زي ما زعم بعض الهراطقة في الماضي، لكن جسد حقيقي حال فيه كل اللاهوت، ولكن هذا الجسد الحقيقي ما تغيرتش صفاته. دايما مشكلة المعترضين تكمن بين الخلط بين الناسوت واللاهوت، ده الإشكالية اللي بيعترضوا عليها، وعشان كده دايما يحاولوا يتجاهلوا الآيات اللي بتتكلم على لاهوت المسيح ويمسكوا بس في الحاجات اللي بتتكلم على ناسوت المسيح. فللرد على قول المعترض أنه أليس كان بالأقدر أن يقوي لاهوت المسيح ناسوته بدل من وجود ملاك يقوي، نفهمه زي ما يقول لنا الكتاب المقدس في رسالة فيليب 2، أن أقنوم أخلى نفسه تواضع وقلب، وقبل أن يتحد بالناسوت، وقبل أن هذا الناسوت يخضع لكل القوانين البشرية وكل الصفات البشرية بالكامل. فزي ما يقول في فيليب إصحاح 2 بداية من عدد 5 لغاية عدد 11، فليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح يسوع أيضا، الذي إذ كان في صورة الله لم يحسب خلسة أن يكون معادلا لله، لكنه أخلى نفسه أخذا صورة عبد، صار في شبه الناس، وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت، موت الصليب، لذلك رفعه الله أيضا وأعطاه اسما فوق كل اسم، لكي تجثو باسم يسوع كل ركبة مما في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض، ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو رب لمجد الله الآب. فهو إنسان كامل بعد أن صارت له
حقا صورة العبد، لأنه المقنوم أخلى نفسه أخذا صورة عبد. فطبيعته البشرية ما فيش تمثيل، حقيقة، آلام حقيقية. فالموضوع مش صوريا ولا بلاغيا ولا تدخل وتغيير من اللاهوت للناسوت، بل واقع حقيقي مؤلم جدا. ممكن صعب ان احنا نتخيل قد ايه كان هذه الآلام على بشرية المسيح، وخاصة المسيح ببشريته واقف امام الله نائبا عن البشرية عشان يرفع خطايا العالم. موقف اللاهوت خلاص اعتقد اتضح الصورة قدام حضراتكم، لكن لاهوته حتى في هذه اللحظات هو جوهر واحد، زي ما قال في إنجيل يوحنا 10:30، أنا والآب واحد. فالمسيح وضح أنه هو واحد مع الآب في كل شيء لأنه جوهر واحد. اللي عايز يرجع، لأن عادات كتيرة جدا تؤكد أنه هو مش واحد في المشيئة زي ما ادعى البعض كذبا، لا، واحد في كل شيء. واللي يحب يقدر يرجع ملف واحد مع الآب في الجوهر، وأيضا ملف هل الملاك يحتاج، هل الإله يحتاج ملاك يقويه، وأحطيط الأعداد كاملة فيهم، لكن هنا أنا بختصر. بل حتى زي ما قلت اليهود فهموا ان ده اعلان لاهوت للمسيح، بيعلن لاهوته بوضوح. عشان كده في انجيل يوحنا 10:30 لما قال لهم انا والاب واحد، فتناول اليهود ايضا حجاره ليرجموه. فاجابهم يسوع اعمالا كثيره حسنه اريتكم من عند ابي، بسبب اي عمل منها ترجمونني؟ اجاب اليهود قائلين لسنا نرجمك لاجل عمل حسن، بل لاجل تجديف، فأنك وأنت إنسان تجعل نفسك إلها. كانوا فاهمين التعبير اللي بيقوله ده بوضوح شديد، إعلان لاهوت ده. فالمسيح بلاهوته هو الله الواحد مع الآب ومع الروح القدس، أما بناسوته هو إنسان كامل بروح ونفس وجسد بشري، بيأكل وبيشرب وبيتألم، وبناسوته الممثل البشرية بيتألم بالظبط بالطريقة البشرية، لا يوجد أي نقص في شعوره بالآلام رغم اتحاده الكامل باللاهوت، ولكن اللاهوت لم يغير صفات الناسوت. فهو الله الظاهر في الجسد، ده تعبير كتابي، ده مش اختراعنا. زي في تيموثاوس الأولى 3:16 بالإجماع عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد. أيضا في رسالة معلمنا بولس الرسول من رومية 9:5، ولهم الآباء ومنهم المسيح حسب الجسد، ماله المسيح حسب الجسد الكائن على الكل إلها مباركا إلى الأبد آمين. وأيضا في كلوسي 2:9 فإن يحل كل ملء اللاهوت جسديا. وأيضا في سفر الرؤيا 1:8 أنا هو الألف والياء البداية والنهاية، يقول الرب الكائن والذي كان والذي يأتي القادر على كل شيء. وأيضا رسالة معلمنا يوحنا الرسول الأولى 25 ونعلم أن ابن الله قد جاء وأعطانا بصيرة لنعرف الحق، ونحن في الحق في ابن يسوع المسيح. ماله يسوع المسيح؟ إيه كينونة يسوع المسيح؟ يقول يوحنا الحبيب هذا هو الإله الحق والحياة الأبدية. أيضا أشعياء 9:6 زي ما عارفين، وبرضه من الأعداد اللي معكننا عدو الخير جدا فبيهاجمها، اللي هو يولد لنا ولد ونعطى ابنا وتكون الرياسة على كتفه ويدعى اسمه عجيبا مشيرا إلها قديرا أبا أبديا رئيس السلام. فطالما هيفضلوا مصرين على رفض الإيمان المسيحي زي ما معلنه الكتاب المقدس بوضوح إن الله ظهر في الجسد، ظهر في إنسان كامل، هذا الإنسان كامل في كل شيء، يفضلوا ينكروا الأعداد اللي تتكلم على لاهوته ويمسكوا تعبيرات بشرية تؤكد، رغم هي بتؤكد إن أخذ جسد حقيقي، فيدعوا إن هو لا يبقى مش إله. لا، تعبيرات البشرية اللي تؤكد إنه جسد حقيقي، بشر حقيقي، مش ظهور مؤقت ولا جسد هلامي ولا خيال ولا تمثيلية، ده لا ينفي لاهوته في شيء. ده باختصار شديد، رب يسوع المسيح هو الله الظاهر في الجسد، وهو إنسان، هذا الإنسان شبهنا في كل شيء، ده إيماننا المسيح، حتى في شعوره بالألام الرهيبة زينا وقت الصلب، ويتشدد جسده أيضا بالتشجيع وبالتمجيد ما يستحق من تمجيد كتعبير لك القوة والمجد والبركة. ده باختصار شديد جدا. فالمسيح الله الظاهر في الجسد، اللاهوت متحد بالناسوت، لكن اللاهوت لم يغير أي حاجة في صفات الناسوت، فيشعر بكل الألام والضعف والضغط زينا، لأن الصلب لو كان حاجة غير كده يبقى الصلب تمثيلي، لا، الصلب حاجة حقيقية وأحزان حقيقية وتحمل خطايا بالحقيقة ودافع ثمن الخطية بالحقيقة. فهو إنسان آن كامل في وقت أحزانه ظهر له ملاك قوي ناسوتين، لأنه يتحمل ما لا يستطيع أن يتحمله جسد بشري.